السلام عليكم اخواني اخوتي الكرام، غادي تشوفوا معايا هذا الفيديو هذا، من بعد غادي نولي لكم ان شاء الله. العبريه السعوديه المقيمه في الامارات اخواني المشاهدين هي اللي بتت هذا البت هذا اخواني المشاهدين، هذا الشيء اللي ما يدخلش للراس وهذا الشيء اللي ما يدخلش للعقل اخواني المشاهدين. العبريه والسعوديه العربيه اخواني المشاهدين اللي مقيمه في الامارات هي اللي بتت هذا الشيء، وهذا الشيء اللي ما يدخلش للعقل باش تعرفوا انهم عندهم يد كبيره، ماشي غير يد، عندهم جوج رجلين وكامل الجسد ديالهم معاهم مع الدولة ديال إسرائيل. راهم هكا إخواني المشاهدين وبغاو يدمروا لنا البلاد ديالنا. شوفوا من بعد نولي لكم. تماشي دير راه حسن دير ليها هكا ونبدا نستبدي. دابا شحال من واحد قال نستبدو منصوح غير منصوح به نهائيا. وليس هناك برلمان في العالم اللي كيهضر رئيس حكومة بالكمامة. دخلوا لكوريا الشمالية، دخلوا اليابان، دخلوا فرنسا، دخلوا إسبانيا، دخلوا الآخرين. ما بقاش نديروا المزايدات فيما لا شيء فيه. إيه ولكن هنا كان يعني كانت مسافة الأمان راه كافية. جوج مترو راه درنا 3 مترو دابا أنا والسيد الوزير. وعندنا 120 وفاة مع الأسف الشديد. ويمكن نقول لكم ونحن نتابع وجميع المواطنين يتابعوا. نحن إلا سمعنا بشي وفاة راه حنا بالنسبة لنا راه يوم جنازة عندنا. وإذا سمعنا بمواطن تعافى وخرج من المستشفى حنا عندنا يوم عيد. بكل صراحة يوم عيد يوميا. نحن في كل يوم نشهد لحظات فرح ونشهد لحظات قرح مع الأسف الشديد وحزن. كيف تطور الموضوع؟ البداية من قناة العبرية، عارفين العبرية السعودية اللي بتبث من الإمارات، عشان الإمارات المغرب قالت بس يا جماعة عرفوني انكم واخدين مواطنين صهاينة على طيارتكم ووعدتم اسرائيل المزعومة بدافع، عرفونا. العبرية السعودية والموجودة في الامارات العربية بثت هذا التقرير. وإلى المغرب، حيث أشعلت كمامة كورونا الخاصة برئيس الحكومة سعد الدين العثماني جلسة البرلمان وأثارت الخلاف. بس ليش؟ نشوف السبب في الفيديو. خلوني أشرح لكم الفيديو اللي شفناه سريعاً. فرئيس الحكومة سعد الدين العثماني اتهم النواب بأنه خرق قرار الحظر الصحي، وذلك بعدما ظهر في الجلسة وهو منزل كمامته وملابسها بشكل صحيح، ليكون الوحيد اللي متجاهل ارتداء الكمامة، رغم أنه على فكرة ارتدائها إجباري وفقاً للقوانين الأخيرة في المغرب، ومع العلم أنه هو نفسه اللي صادق على قوانين فرضت على كل المواطنين ارتداء الكمامة أثناء الكلام في الأماكن العمومية. السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، هذا أخوكم السيبو يعود إليكم من جديد. إخواني المشاهدين، مبروك عواشركم، مبروك رمضان، يدخل عليكم بالصحيحة والعافية يا رب العالمين. إحنا هنا في ألمانيا في أوروبا اليوم تم عندنا الصيام، ولا يدخله عليكم بالمغفرة الذنوب والصبر إخواني المشاهدين. مهم إخواني المشاهدين، جيت نرد على دوك الخرفان ودوك النعاج ديال دوك الاماراتيين اللي ساءوا المغاربه وساءوا المغاربه وساءوا العثماني رئيس الحكومه وساءوا الملك ديال اخواني اخواتي الكرام. ولكن احنا المغاربه الاحرار هنا في اوروبا لكم بالمرصاد، والمغرب راه ماشي سهله، المغرب ماشي سهله. ولكن انتوما دخلتوا، لا انتوما ولا الاسرائيليين، بغيتوا جلاو اخواني اخواتي الكرام، جلاو واحد الاسرائيليين كانوا في المغرب يعني بسبب هذا المرض ديال كورونا، بغاو يجليوهم يعني في الاول. قالوا غادي نقرا لكم كاع التقارير اخواني المشاهدين، واللي ما فهمش غادي نفهموا كل شيء. يعني النهار الاول كانوا بغاو واحد الاسرائيليين كانوا حاصلين اخواني المشاهدين تما في المغرب، كان في مدينة مراكش، كان اللي كان في الدار البيضاء، كان اللي كان في الرباط. يعني قالوا في هذه الوقيته هذا ما يسمح لهمش الطياره، لان المرض باش بنادم يفيت عليه المرض. نادوا هما الاماراتيين كذا، اتصلوا بالاماراتيين لان باش تعرفوا ان الاماراتيين والاسرائيليين هكذا واحدا، لانهم هما خرفان اخواني المجاهدين. وبالتالي بغاو يركبوا في الطياره ديالهم بلا ما يشاوروا الملك، بلا ما يشاوروا الحكومه، وبغاو يفرطوا اخواني المشاهدين. ولكن المغرب لقنهم درسا لن ينسوه ابدا ابدا اخواني المشاهدين. والملك الله ينصروا لينا، وشعارنا واحد، الله الوطن الملك.
والملك دينا لكم بالمرصاد. الحمد لله المغرب ماشي سهل. المهم اخواني المشاهدين غادي نقرا عليكم باش ما يكونش الفيديو طويل، باش يعني تعرفوا كاع الاخوان المشاهدين كاع المسائل وكاع كلشي بالتفاصيل. قالك افادت وسائل اعلام عبريه اسرائيليه بان المغرب علق عمليه اجلاء المواطنين الاسرائيليين المتواجدين في ارضيه على خلفيه جائحه هذا المرض اخواني الكرام المستجد، اثر خلاف اندلع بينه والامارات الخرفان الحمارات، ودعت اذاعه الجيش الاسرائيلي حسب صحيفه جيروزاليم بوست ان القرار المغربي جاء احتجاجا على تواصل تلك تل ابيب وابو ظبي، باش تعرفوهم بانهم ابا عن جد اخواني المشاهدين بزوج هكذا، باش تعرفوهم انهم باش تعرفوا الخليج والامارات والسعوديه مع من راهم، باش تعرفوا اخواني المشاهدين والكرامي جايكم. وأدعت إذاعة الجيش الإسرائيلي حسب صحيفة جيروزاليم بوست أن القرار المغربي جاء احتجاجا على تواصل تل أبيب وأبو ظبي إلى اتفاق على إجلاء مواطنيها من المملكة برحلة مشتركة دون التنسيق مع الرباط. وأوضحت الإذاعة أن الإسرائيليين العالقين في المغرب كان من المتوقع أصلا أن يعودوا إلى بلدهم قبل عيد الفصح اليهودي اليهود الذين تستمر الاحتفالات به لمدة 7 أيام اعتبارا من 15 أبريل، لكن عملية الإجلاء تعثرت إثر الحظر على دخول طائرات شركة إل عال. المهم ديالهم دوك السماوات ديالهم دوك العبرية ديالهم كاع مخرب إخواني المشاهدين. قالك الإسرائيلية المجلة المغربية وتابعت تقارير أن الإمارات التي قد أجلت من المغرب 180 من مواطنيها ولا يزال 74 آخرون منهم في المملكة توصلت مع إسرائيل لتسوية القضية وعرضت تسيير رحلة إجلاء مشتركة بطائرة تابعة لها، ووافقت تل أبيب على هذا الاقتراح. وما كانوا يتفاهموا بيناتهم اللي غادي يجلوا المواطنين ديالهم بالطائرة ديال واحد الطائرة إماراتية، وقالك وافقت تل أبيب على هذا الاقتراح حسب التقارير، لكن هذا الاتفاق أثار غضب الحكومة المغربية والعثماني التي لم يتم التشاور معها مسبقا بشأنه. ما تشاوروا لا مع المالك ولا مع العثماني ولا مع حتى شي واحد، جاو غير هكاك بحال اللي واش بغاو يقولوا؟ بغاو يقولوا أن المغرب حاشاك فيها غير كدا وحاشاك غير فيها كدا، وغادي غير حنا نمشيو غير بيناتنا وغادي نطلعوا من المكان اللي يحكم فينا ولا والو. زعما بحال اللي بغاو يبينوا ما فيها لا حكومه لا حتى شي حاجه. وزعمت الاذاعه ان دوله الامارات حاولت تنسيق خطوات مماثله مع عده دول اخرى. واشارت جيروزاليم بوست الى ان الخلاف ياتي على خلفيه تصاعد التويتر بين الرباط وابو ظبي في ظل تقارب المغرب مع قطر واتهام الامارات بالاسئله، باش تعرفوا ان اخواني اخواتي الكرام المغرب راه غادي يولي بحال هكا مع قطر، يعني من شافوهم مزيانين مع قطر راهم بغاو يديروا شي صوالح. اللي شكون اللي بقات فيهم ان المغرب وقطر راهم مزيانين مع بعضياتهم اخواني المشاهدين، وهما يعني في اتفاقيات اللي غادي يجيو مستقبلا وبزاف ديال الصوالح، هي بقات حاشاكم يعني درت بحال هكا يعني ما بغاتش، فهمتوا اخواني المشاهدين، وطلقت الذباب الالكتروني ديالها وبزاف وبقاو يهاجموا المالك ويهاجموا العثماني بان ذاك الذباب الالكتروني زعما بغاو يقولوا انهم مغرب، بقاو يدخلوا بحسابات وهميه اخواني المشاهدين، زعما كيهضروا المغربي بانهم مغاربه. وقالك بين الرباط وابو ظبي في ظل تقارب المغرب مع قطر واتهام الامارات بالاساءه الخرفان، انا اللي غادي نسميهم الحواله النعاج. وقالك اطلق مغاربه حمله في مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا انها تهدف للرد على حملات الذباب الالكتروني والسمع الاماراتي والمصري الذي هاجم رئيس الحكومه سعد الدين العثماني اللي ما خلاولوش اللي على حساب الكمامه. قالك زعما المهم بغاو يقبضوه من العين اللي توجعوا. قالك اودي انه زعما هو اللي دار هاد الورد تاع الكمامه باللي خص الكمامه اجباري، هو في البرلمان يعني في قلحه وبقى يهضر اخواني المشاهدين. العثماني بعد حديث عن وفيات هذا المرض ودشن المغاربه الحمله بوسم شكر العثماني، وقالوا انه احسن اداره ازمه هو اللي حسن اداره ازمه
هذا المرض هذا إخوان المشاهدين المستجد في المغرب في اقتدار، وتهمونا وهضروا فينا قالك باللي احنا في المجاعة وفر المجاعة وكذا وهذه، وشوفوا الخرفان نحن لكم بالمرصاد يا أيها المكابيت، يا فرغوا الكبت ديالكم في نساكم والله ما نتفكوا معاكم انه احسن. وانا وكان يعني انا من عندي يعني ما يزيد يدخل حتى شي واحد عندنا المغرب من دوك القوم هذوك، لان سبحان الله العلي العظيم انا لا اله ما نكذبش عليكم، ولكن حنا كنهضروا على ديك الحكومه ديالهم، الشعب كاين اللي فيهم زين كاين اللي فيهم ماشي زين، ولكن الاغلبيه كيفرغوا الكبس ديالهم، ولكن اني جاي نجاوب واحد الانسان اخر. وكاد ان اخرون ان هناك هجوما من طرف الذباب الالكتروني الاماراتي، وهي كتائب الكترونيه من عشرات الحسابات الوهميه التي تدعي انها المواطنون المغاربه تهاجم ملك البلاد ورئيس الحكومه المغربيه، ظنوا بانهم دخلوا حسابات وهميه باللي انهم هما مغاربه ماشي اماراتيين. شتو اخواني المشاهدين بانه انا وكان يديروا عندي ما يزيد يدخل حتى شي واحد لديك البلاد ديالنا، لان البلاد خط احمر، المغرب خط احمر اخواني اخواتي الكرام، فينا الدم يجري معنا اخواني المشاهدين تاع المغرب. قالك تهاجم ملك البلاد ورئيس الحكومه، انتم يا الذباب الالكتروني نتاع الامارات نتاع الخرفان، تهاجمونا تهاجموا المغاربه وتهاجموا العثماني وتهاجموا ملك البلاد، الله عليكم. وعلق الاعلامي رضوان الرمضاني على الحمله قائلا انها تدل على ان خلافات المغربيين تبقى بينهم دون تدخل اي طرف اجنبي مشيد بوسم. شكرا للعثمان. ونيشان اخواني المشاهدين، اسرائيل وجدها الامارات، الامارات وجدها اسرائيل اخواني المشاهدين، يعني هذا الشيء زعما. كانت قناة العربية هاجمت رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بعد نزعه الكمامة داخل البرلمان، ووصفت ذلك بأنه مخالفا للقانون، وقالت إن ذلك أدى لإشعال جلسة البرلمان أثار الخلاف. وتطرقت ذلك إخواني أخواتي، وتطرقت قناة الداخلية العثماني أمام أعضاء المجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي، لكنها لم تركز على مواضيع الجلسة، وإنها أصابت اهتماما على طلب بعض البرلمانيين من رئيس الحكومة ارتداء الكمامة. ورد العثماني على النواب قائلا انه يحافظ على مسافة الامان الضرورية، ومن ثم لا حاجة لارتداء الكمامة اثناء الكلام، وقال ان هذا الامر معمول به في كل برلمان. كيف غادي يدير بنادم ديال الكمامة ويهضر في الميكرو ولا يهضر امالكم؟ يعني انتم بغيتوا تشربوا كل شيء، لعط الله عليكم الخرفان. انا وكان نصيب ما حتى شي واحد كاع يحيدوا لكم كاع دوك اي حاجه عندكم تما في القنصليه ديال المغرب يحيدوها لكم كاع، حتى شي واحد ما يبقى يطلع تما، حتى شي واحد ما يبقى يجي عندنا، والعلاقه ديالكم ان المغرب واعر عليكم، تعرف شي واعر عليكم، واعر عليكم سنديط. لا اله اثناء الكلام وقال ان هذا الامر معمول به في كل البرلمانات، ونسبت العربية للبرلمانيين استغرابهم ان انتهاك رئيس الحكومه قانونا وخرقه قرار الحظر الصحي، بالرغم بان انه صدق على قانون اجباريه ارتداء الكمامه وفرضه على المغاربه. هما اللي كتبوا الذباب الالكتروني كتبوا هذا الشيء، زعما قال لك هو اللي فرض هذا الشيء هذا، هو قلع الكمامه في البرلمان، يعني بغاو يديروا الشوشار. قال لك لكن ذلك لم يظهر في الفيديو المعروض كما لم يصدر عن اي برلماني خلال هذه الجلسه، واثر الفيديو ردا ردود فعل غاضبه على المواقع التواصل، ردت في تغريدتها على فيديو قناه العربيه وارجعت بعدها موقف القناه من العثماني الى مواقف سياسيه بحته. لا اله الا الله محمد رسول الله. غادي بغيت نجاوب واحد الانسان اللي واحد الخروف اللي قال لك اودي حنايا بعض المغربيات كنتبولوا عليهم، حاشاكم اخواني المشاهدين على هذه الهضره، اللي هذه الهضره اثارت الغضب ديالي بزاف، لان انتم انساكم كبوتين، شوفوا انساكم واش راهم يديروا، لانكم انتم علاش تهضروا هذه الهضره هذا؟ لانكم كتعايروا بين المغربيات، بعض المغربيات، بعض اللي هما باغيين هذاك الشيء، ولكن المغربيات الحرات والله ما توصلهم الجمال والطبخ والعجين والعالم، ما توصلهمش بحالكم انتوما، ما يعطوكمش وقت بحالكم انتوما، عاط الله عليكم. شوفوا انتوما نساكم شنو راهم يديروا في الانترنت، المكابيت اللي كيخدروهم. هذه واحد التغريده في التويتر، قال لك يشهد المغرب حاليا هجوما غير مسبقا من طرف الذباب الالكتروني الاماراتي
وهي كتائب الإلكترونية من عشرات الحسابات الوهمية التي تدعي أنها لمواطنين مغاربة تهاجم ملك البلاد ورئيس الحكومة المغربية، محاولة ترويج فكرة أن المغرب مفلس ويعاني من الجوع. ولاد حاشاكم ولاد ما نعرف، قال لك ودي أن المغرب مفلس ويعاني من الجوع، هو يعاون المحتاجين ويعاون كل شيء. انتم هما المجاعة، انتم هما اللي في المجاعة والمكابت. يا واحد الخرفان اللي مسخين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحاول ترويج فكرة أن المغرب مفلس ويعاني من الجوع وشح الطعام ومقبل على الانهيار الاقتصادي، وهناك ثروة للجياع قادمة، الهجوم يشارك فيه الدباب الإلكتروني الإماراتي، وقال لك حتى الجزائري، ولكن هذه راه تغريدة، قال لك حتى الجزائري، تحياتي للناس الجزائر وتونس، ولكن يعني بغاو يديروا الشوصرة ما بين المغرب والجزائر. إخواني أخواتي الكرام، بغاو يشاركوا كل شيء في محاولة بائسة وغبية لدفع المغرب نحو الفوضى وعدم الاستقرار، ما بغاوش يكون مستقر. نحن نعلم أن محاولتهم غبية وبائسة، لكن واجب أخذ الحيطة والحذر، لأن هذا الهجوم المفاجئ يمهد لشيء قادم مستقبلا. دافعوا على وطنكم وحاربوا كل المتربصين بأمنه والاستقرار. والله تنحاربوا على وطننا يا واحد الكيادر، يا واحد الكيادر. هذه تغريدة من عند واحد في التويتر إخواني المشاهدين. والله لا، يا الخرفان يا الطبات أيها الفئران، والله لا أنتم غير فئران المغرب، واعري عليكم أنتم درتوا اليد في اليد مع إسرائيل، ديروا اليد في اليد مع إسرائيل. هذه واحد تغريدة أخرى إخواني أخوتي الكرام، عد الناس الشهادة فيه، وكاين الناس الزينين وكاين الناس اللي يبغون. وقالت سلوى الدومي مباشرة بعد قطع المغرب علاقته وسحب دبلوماسية من الإمارات، ظهر لنا هذا الدباب الإلكتروني الإماراتي في موقع التواصل ينشر الفتنة عبر تغريدات، يظن أن اللعب مع المغرب سهل، وأضافت فعلا صدق من قال إن الإمارات مصدر الشر في الشرق الأوسط، احذروهم. وقال لك صدق من قال أن الإمارات مصدر الشر في الشرق الأوسط، والله لم شراره. أما أنس حسوني فقد قال الدباب الإلكتروني الإمارات يحتاج حساب شاهين نسخة مغربية، يعني نسخة مغربية. وأوضح لمن لا يعرف هذا الحساب، هو حساب عماني يخسف دباب إمارات بتغريدات أرجو يعطيهم ويتصدى لحملاتهم. أيها الخرفان، نحن لكم بالمرصاد، وجبتوا على راسكم النحل، والله ما نتفكموا معاكم، وغادي نخبروا لماكم الشقف، لأنكم مكابت ونسائكم، حذروا النساء ديالكم، وأنا غادي نعطيكم العصير، غادي نعطيكم على من إخواني أخوتي الكرام، لأن أنتم كيادر وبغاو هما الحمد لله الناس شهدت فيهم، بقاو مع إسرائيل، لأنكم باش تعرفوا أنهم هكذا. وهذاك الإنسان اللي قال نتبولوا حنا المغربيات بعض المغربيات، أما اللي باغيين هاك، أما الحرار مغربات الحرين، والله ما توصلوهم يا الكيادر، لأن نساكم يمشيوا مع الأفارقة، وزيد. كيمشيو مع الباكستان وزيد. أيها القوم لوط، إخواني أخواتي الكرام، بصحة فطوركم، سمحوا لي إلا قلت شي حاجة، ولكن فينا الدم تاع بلادنا. إخواني أخواتي الكرام، عاش الملك، شعرنا وحد الله والوطن الملك، والعثماني اللي بغاو يسبوه نحن لهم بالمرصاد. تحياتي لكم إخواني أخواتي الكرام، بصحة فطوركم، شاركوا القناة، ضغطوا على زر الجرس باش تكونوا جديد، تحياتي لكم.